عندما يقول الإمام في القنوت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ماذا تقول؟ سبحان الله، كثر الخلاف فيها، بل إن بعضا من الناس قال نبهوا أئمة المساجد ونبهوا كبار السن ما يفعلونه من التسبيح غلط، وهذا مشكل، لأن الأمر في السعة. ولتعلم أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، لم يأتي دليل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا قال الإمام هذا الذكر إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت إلى آخر ما ذكر من الثناء، إذا مر الإمام بثناء لم يأتي دليل في هذا. فبعض العلماء قال يسكت، وبعض العلماء قال يسبح الله جل وعلا. بعض الناس يقول كيف يسبح؟ الإمام ينفي عن الله عز وجل أن يذل وليه، فكيف يسبح؟ في من قال إن هذا غلط قال كيف يسبح؟ فيقال التسبيح نوعان، تسبيح ابتداء وتسبيح تنزيه. لما أقول وأنا أمشي في الطريق أو أنا جالس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هل هو لأمر رأيته لا يليق بالله أو قول سمعته لا يليق بالله؟ لا، نقول هذا ذكر ابتداء. ثم لو قيل إنه تسبيح تنزيه فإننا ننزه الله عز وجل عن ضد ما يقوله الإمام، فلا نضيق واسعا ونتعب أنفسنا ونخطع عموم الناس، بل قد يصل الأمر إلى تبديعهم في أمر وسعه الشرع.